FM. الكلمة ليك. رجعنا لكم في حكاية الناس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. اليوم نحكي على قرارة الهدم اللي يقع تنفيذها على بعض البنايات المخالفة للقانون. البعض من السكان في منزلة ميم يتهم المسؤولين بالتقصير والمحاباة في بعض القرارات. واليوم نسمع المواطن والمسؤول للتعرف على جميع الآراء بخصوص موضوع اليوم. دونك كلمونا على 31 36 37 50 ولا بلي كومنتير متاعكم على الباش فيسبوك متاعنا راديو كابا. يحضر معنا سي محمد عماد الهرابي معتمد ورئيس النيابة الخصوصية بمنزل تميم. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بالسادة الحضور والسادة المستمعين. مرحبا بك سي عماد. ومعنا زادة مدام سهام ريدان هي متقاعدة ومواطنة تونسية من منزل تميم. باش نحكيو معها على أكثر التفاصيل على المشاكل والتجاوزات الموجودة في منزل تميم. مرحبا بك مدام. مرحبا عايشك بارك الله فيك. مرحبا بكم. دونك اول سؤال نبداو معك سي عماد. نبداو في حصة اليوم. شنية المقاييس اللي تم اعتمادها لتنفيذ قرارات الهدم بويسك القرارات متاع الهدم وقرارات البنايات الفوضوية اتفاقمت بعد الثورة من 2010-2011؟ والاكيد الناس كل تعرف اللي فما الكثير من التجاوزات موجودة في الاراضي الفلاحية على الملك العمومي البحري على الملك العمومي اللي موجود في اي بلاصة في تونس. به نبداو بالمقاييس. الحقيقة ساعة في البداية نحب نذكر أنه معتمدية منزل تميم هي تعد الرابعة على مستوى الولاية في عدد قرارات الهدم بعد قليبية والحمامات ونابل. في مستوى تنفيذ قرارات الهدم احنا نحتل المرتبة الأولى لا على مستوى ولاية نابل فقط وإنما كذلك على المستوى الوطني. حوالي وصلنا تو 100 قرار هدم في الفترة في السنتين اللي أنا بشرت فيها من مهام على رأس النيابة الخصوصية اللي هو من جويلية 2015. الحقيقة المقاييس المعتمدة هي شفافة ومعلنة للعموم. اللي هي أول حاجة هي الاعتداء على الملك العام سواء كان بحري أو ملك عمومي للطرقات أو ملك العمومي الغابي. المقياس الثاني هي المحل تشكيات من الأجوار وغير قابلة للتسوية باعتبار أنه الهدم هو مش هدف في حد ذاته وإنما هو الهدف هو إخضاع المواطن أنه يخضع للقانون ويحترم القانون. احنا القرارات اللي قابلة للتسوية نعطوها فرصة للتسوية أما الوضعيات الغير قابلة للتسوية هي اللي تم. شو معناتها قرار قابل للتسوية؟ طيب احنا كنا نلقاو بار اكزامبل بناء موجود في وسط البلاد في الدوزيام ايتاج ولا التروزيام ايتاج ولا الكاتريام ايتاج هذوما كيفاش تقبلوا معهم التسوية؟ مثال اعطينا نبداو خلي العباد تفهم معناتها باش ما نحكيوش بك. نعطيك مثال في نفس البناية الواحدة حتى في نفس البناية الواحدة ثم قررت احنا المثال تاعي العمراني يسمح في منزل 2 اير بليس 4 معناها طابق ارضي مع 4 طوابق. إذا كان إنسان باني في طابق ثالث ولا في الطابق الثاني وصدر فيها قرار هدم وهي قابلة للتسوية أعطوه فرصة للتسوية. وإذا كان مثلا يبني مثلا الطابق الخامس هو غير قابل للتسوية باعتبار هو مخالف المثال تاهي العمراني بالتالي هنا نتعامل مع حد في نفس البناية الواحدة بك بقرارات مختلفة. هي ما فرصة للتسوية راه تعمل برشا مشاكل ما بين العباد زاد. لا شوف احنا إذا كان ما معنى التسوية؟ احنا اذا كان هو عنده تجاوز على جار مثلا في اي تجاوز هو يلزم يزيل التجاوز هذاك وتم المعاينه من طرف المصالح المختصه شرطه بلديه وبلديه باش يعاينوا فعلا تم ذاك التجاوز هذاك وياخذ رخصه بناء اذا كان اصبح يحترم مقتضيات رخصه البناء وما تنص عليه. ولكن كي تقول انت البنايات معناتها اير بلس 4 مثلا انتي ولي كونديسيون تاع الباز معناها نجمش تبني اير بلس 4 معناتها خاطر قانون اير بلس 4 وتبدا ليه ابار حتى واجهه امنيه البحر معناتها فما معاينه لما تصير نتاع بنيه تبدا خايخه تبني فوقها 4 ايتاج سي ان دونجي بوبليك يولي معناتها نجم تطيح في اي وقت نجم تطيح في اي وقت. كل وضعيه راه كبلديه عندنا هي كلمه مختصه اي ولكن هي كلمه مختصه انا نشوف فيهم نشوفوا فما بنايات فيهم اير بلس 4 اللي هما قدم في منزل تميم مثلا في وسط البلاد فما وين كوست بولابيار الوضعيه هذيك الوضعيه نتاع السقف هذاك وصارت معاينات جابوا لنا حتى ناس عامله معاينات وتساوي البيرمي با باش يطلع السيد اكثر من هكا وزيد هو تنجم تطيح في اي وقت ليه وان بليس هاو معناها زيد حتى فوق هو من الاول زيد فوق الكاتري صار قرار هدم هاكا ماكيزين له شويه الهدم تحسه فهمت ولكن قاعده البنايه اسكو فوز انفوايي تبعثوا شي ناس تعمل دراسه مثلا اسكو الباز نتاع البنيه هذيه تقاوم الكاتريتاج ولا لا؟ شكرا. تعرف في منزل تميم البنايات قدم ومازالوا كل فما حتى كلي بال
مازالوا كل البني نتاع ناس قبل عرفت. شكرا على اثاره هذا الموضوع. في الحقيقه هو بالنسبه للبلاد بلوس في وسط البلاد هذيا معناها مهمه جدا. الطابق الارضي والطابق الاول خاطر صار عليها جدل كبير. لا عادي عادي ما يقلقش جدل احنا ديما موجودين باش نوضحوا هذا ونشكروا ساعه كافا فيهم على توفير الفرصه هذه باش نديروا الراي العام. بالنسبه لوضعيه البنايه هذيك الطابق الارضي والطابق الاول والطابق الثاني مبنيين برخص الدوله. باش نكونوا واضحين كي نقولوا رخص البناء يعني ثم البلون بيتون وكل شيء امور واضحه. بناء هو الطابق الثالث والرابع بدون رخصه بناء نزر فيها بقرارات الهدم. ايوه. بحكم ان الوضعيه قابله للتسويه تقدم بمطلب في الحصول على رخصه بناء في جنف 2016. وافقوا له مبدئيا اللجنه شريط الاستكمال عده اجراءات. بقت اخر الاجراء هو انه باش يقوي زوز اعمده اسمنتيه فقط في مستوى الطابق الارضي اللي هو اختلف فيه هو صاحب البنايه وهما توا ديجا معناها معناها محل تقاضي. معناتها كي يقوي زوز عرس معناتها ياخذها الرخصه عادي ياخذ الرخصه عادي حتى مشكل. واحنا السنكيه معلش نفس البنايه احنا نذكر السيد سامحني مع احترامي ان نذكر كلمه المكياج احنا ما نخدمش بالمكياج علاش؟ اول حاجه هو الطابق الخامس غير قابل للتسويه. واحنا هذاك علاش رغم في شهر رمضان في شهر رمضان يعرف الجميع انه يقع تجنب تنفيذ قرارات الهدم شهر الرحمه ولكن نفذنا قرارات الهدم وكان باشراف المباشر وبحضور المباشر. عاود تعنت فعودنا نفذنا قرار الهدم في نوفمبر 2016 وقدمنا به قضيه موجوده تولد المحاكم كبلديه. هذا الكل باش نحكيو عليه بعد اخبار ماضي ساعتين ونص باش نعطيك الكلمه مدام بعد الاخبار. دون قرارات الهدم في منزل تميم اللي يوقع تنفيذ على بعض البنايات المخالفة للقانون. كلمونا 31 36 37 50 باللي كومنتير متاعكم على الباج فيسبوك متاعنا راديو كابا في حكاية الناس متواصلة حتى الأربعة متاع العشية. أهلا بكم تحية الكل اللي التحقوا بنا وباش يتواصلوا معنا حتى للأربعة متاع العشية في حكاية الناس. دونك تكبتيو موجتنا على 91 505 6 و 95 2. دونك تسمعونا زيد اون ستريمينغ على www.capradio.tn. موضوعنا لليوم هو بلدية منزل تميم المشاكل اللي موجودة في البلدية وخاصة في موضوع قرارات الهدم اللي فما برشا تشكيات من المواطنين في هذا الموضوع. كنا نحكيه مع دونك باش نسمعوهم تقولي تشكيات في باش نسمعوهم باش نسمعوهم في التنفيذ ولا سامحني في التنفيذ ولا في التنفيذ في التنفيذ في التنفيذ اعطينا نعتمدوا فيها اي كان ثم انسان استثنيناه في المقياس هذايا مش مشكله خليني نكمل الجمله وتفضل اي حاب نرحب بك سي عمر نرحب بك وانت تخاف لا لا بالعكس خاطر شنو خاطر ما رحبتش بك انا احنا راهي تقصد برشا حاجات احنا في قرارات الهدم ذكرناكم كون احنا البلديه رقم معناها تحتل المرتبه الاولى على مستوى ولايه نابل وعلى مستوى الجمهوريه كامله او ارقام موثقه عند سلطات الاشراف سي محمد عماد الهرابي والمقاييس ضيفنا والشفافه نطبقوا فيها احنا كنا نحكيو احنا نحكيو على كا قبيله حكينا عليه مثلا نتاع البنيه اللي في سان كيميتاج اللي في سان كيميتاج و كاتريميتاج نسمعوه مرحبا بيه السيد ها هو موجود لهنا خلينا نشوفوا شنو خلينا نسمعوا وجهه النظر نتاعو يا سي عماد وسع بالك معنا سي جلال بولابيار مرحبا بيك مرحبا بيك على راديو كابا فيم اقرب لنا للميكرو سي جلال ايوا باه اعطينا وجهه النظر نتاعك وجهه النظر هذه الداله اللي مخدوم عليها مزروع عليها بني الكل اشترى الداله ماهيش موجوده سيد معتمد يقول لك الطبق اعطيناه الرخصه الاولى والثانيه فهمني في البناء انت القرار سيد معتمد القرار الاول والثاني والثالث صححت فيهم وتخلي فيه يبني تاع الهدم ولا تاع عندك قرار الاول والثاني والثالث مصحح فيه وتراو فيه يبني انت ورئيس المركز نتاع شرطه البلديه ونجيكم ورسلتكم كتابين عندي شارج وعندي كل شيء فهمني ما تميش بحتى شيء هي المشكل شنو معناتها البنيه ماهيش مبنيه على اساس صحيح العرصه هذه ما مترشقه لا البنيه كلها على عرسه انت عندك العماره هذه مهزوزه على عرسه عامل معاينات انت وكل شيء ما عملناش معاينات ما خلناوش في المحكمة حتى في المحكمة تعرضوا لنا رفضها القضيه التجاريه سيد معتمد معلش مواصل يبني ورئيس مركز سموش لأنه سامحني اذا رفضوها في المحكمه هذه البنيه كلها هذه كلها على عرسه هذه والعرسه مكسره تو مترشقه والقاعه ثلاث مرات طورت سي جلال خلينا نحكيو زاده بالعقل تو اذا المحكمه رفضت رفضت معناها تو الناس الكل غالطين رفضت القضيه الاستعجاليه رفضت القضيه معناتها هو يبني من غير رخصه هو حتى تقلول هذا والثاني الثاني مخالف وعطوه رخصه تاع ترميم باش يصلح الداله اللي هو مكسرها هذه 8 سنين ناقبها
خلاها تشرف الماء الداله هذه بالبونتو. كيف عيط له قلت له ايجا نتفاهموا ونعملوا نعاودوا. انت عندك الطاقه الاولانيه هو عنده ريت سوسيال لا هو ماك الاصل التجاري مش ماك البنايه راه ماك الاصل التجاري اعتبار مش نفهم انا مالك الاصل التجاري ونوضح وجيس للمواطن انت طريقه اخرى سيد مد وليت محامي نتاع شخص نتاع شخص بالعكس احنا محامي الزوز محامي القانون بيع مش تغطي على روحك وعلى نجم نجاوبوا وعلى رئيس مركز تغطي عليهم انت تقول نفذت القرار في البحر والقرارات في البحر وعملت 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 اعطيتهم الترخيص نتاع الضوء ما اعطيتهمش جيت في الهدم صحيح نفذت طيح شويه تنقب الحيط نتاع السور ومن بعد يدرقوا بال اقرب للميكرو لو سمحت لو سمحت وفي الاخر تعطيه رخصه باش يهبط الضوء اللي لبس عليه تعطيه وتعاونه والضعيف هو صاحب العماره هذه نفذ مرفوض سيد معتمد لبس عليه ولا فقير تصرفاتك انت ورئيس المركز سيد معتمد ماهيش لايقه برئيس نجاوبوك سامحني سيد معتمد نجاوبوك على رئيس معتمد وما تليقش برئيس قدامك المعتمد قدامك المعتمد ورئيس البلديه خليه يوضح انت اعطيت وجهه نظرك خليه يوضح خاطر مانيش في محاكمة أنا هنا فهمت احنا مانيش في محاكمة بينيتكم حل غلط برشا هذاك علاش أو باش يوضح هو اسمعنا أنت ميساج واسع بك شوي واسمعنا وبعد أنت تحكم غلط ولا مش غلط تفضل الله يبارك احنا سي جلال بولابير تقدم بشكوى في 2015 اللي هي كمعتمد خنجبك كمعتمد تقدمت لي بشكوى من قبل حتى ما نشد النيابة الخصوصية ورسلنا البلديه بالتنسيق مع البلديه ومع صالح الشرطه البلديه في التجاوز اللي هو ساعتها في 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 حدود الطابق الثانيه كما اعتقد. جاوبتنا البلديه بانه البنايه هذه راهو تم تسويه وضعيتها وتحصل على رخصه بناء. انت وقتها شنو تعمل؟ انا معتمد فقط ما زلت الموسيقى ما خذيناها. شديده في جويليه 2015 صح. وساعتها في البلديه النيابه الخصوصيه السابقه انه جاوبونا باللي السيد هذا راهو تحصل على رخصه بناء الطابق الارضي الاول والثاني راهو برخصه بناء. في حدود الطابق الثالث والرابع اصدرنا فيها قرارات هدم كما ذكر السي جلال صحيح كلامه وكذلك شرع في بناء الطابق الخامس باعتباره انه كما ذكرنا الطابق الخامس غير قابل للتسويه مهما كانت السبل احنا تنفذناه في مناسبتين كما ذكرنا بقالة في شهر رمضان وكنت باشراف بيدي وفي 2 نوفمبر زيد باشراف بيدي وقدمنا به قضيه لدى العداله وقفوا يوم السلطات الامنيه ما هذا القانون ايش يسمح لي ما عنديش حاجه اخرى يسمح لي بها القانون وما عملناهاش بالنسبه للطابق الثالث والرابع باعتبار انه كما ذكرنا الهدم هو مش هدف في حد ذاته هو الهدف هو تسويه الوضعيه احنا المواطن تقدم المعني صاحب البنايه بطلب في جانب في 2016 بطلب رخصه بناء تمت الموافقه المبدئيه شريط استكمال جمله من الاجراءات منها اللي هي تقويه زوز عرس في البنايه واضح وقع الاختلاف بينه وبين سي جلال صحيح المره الاولى تفاوضوا على اساس انه كيفاش يسمح له وما يسمحش ليه في اطار اتفاقيه ما بيناتهم هذيك يمكن اللي خلاته هو واحد وبعدك احنا خلي كمك لا شوف اتفقت وانت حتى في البرنامج المره فاتت انت طبق القانون لحظه كمك كمك الميسج ميسج هم جابوا قرارات القانون هم جابوا قرارات القانون وش يهمها في خلافات ما بيناتنا طبق القانون سي اسامه انت تعرف لما يصدر قرار هدم احنا راي دوله تحترم القوانين واحنا محمولين محمولين على القوانين واحترام الاجراءات القانونيه احنا لما يصدر قرار هدم يلزم يتم محضر التبليغ عن طريق الشرطه البلديه باش يستوفي الاجراءات باش تبرمجوا انت للتنفيذ مش مجرد صدور قرار هدم الشرطه البلديه ساعات تعذر عليها التبليغ للمعني بالامر باعتباره مقيم في الخارج فاحنا حاله استيفاء الاجراءات القانونيه حبينا ان نبرمجوا للتنفيذ لكن انه لقينا قابليه التسويه ومقدم مطلبه في البلديه باش يسوي الوضعيه والوضعيه حكمت عليها اللجنه الفنيه بانها قابله للتسويه لجنه فنيه اخ اسامه راهو لما شديت النيابه الخصوصيه 4 من الناس في اللجنه الخاصه بالبناء تو 9 من الناس يمثلوا هيكل الدوله المختلفه معناها يشوفوا كي كونفيرم وشنو مش كونفيرم ماشي امور هكاك اعتباطيه ولا انشائيه معناها مشاو هما البنيه وشافوا عندنا تقرير من طرف مهندس مختص في المجال هذا ربي سامحني احنا معلش يرفضها المحكمه القضيه الاستعجاليه نتاعها ربي عندي سؤال يا سيد المعتمد تفضل انت علاش تخلي فيه ابني في الطابق الثالث والرابع وقت اللي هو ما عندوش رخصه مخالف هذا جاوبني على هذه كيفاش تخليه يبني ويتحدى القانون بعد قلت تو يسوي وضعيته إيه زاد ما ينجمش هو يمشي يمنعه ما دام ما عندوش حكم قضائي نتاع هدم ولا غيره احنا ما وصلناش لحكم القضاء احنا ما وصلناش بما ان السيد اشكى ومولات البنيه اشكيت زاده الا البنيه ما تستحملش باش تطلع لها 4 تيقان 4 طوابق اخي قداش فيها من مولى البنيه؟ مولات البنيه مراه هي المير والسيد اللي يعيش في الخارج واللي يعيش في الخارج هذايا شاري معناتها شاري الهواء
سيد المعتمد كيفاش تسمح له انت سيد المعتمد باش يبني الطابق الثالث والرابع؟ قلت لي انت من بيت النوم تاعك فوق المعتمديه تشوفه كي يبني، والسيد هذا ماشي عليك جاي ويقول لك راه السيد يبني والبنيه ما تستحملش. بالنسبه للوضعيه هذه ناكدوا على حاجه، خلص لحظك مفهوم، خلص لحظك حاجه فكره في مخك، خلص لحظك فكره انه راهي سلطه الرقابه على مستوى الميدان على مستوى الارض راهي تعود للشرطه البلديه. يا ودي نعرفوا الشرطه البلديه ما تمشيليش ديما للشرطه البلديه، سامحني سيد ترتيب البلديه من الاشراف المباشر رئيس البلديه ولا تحت اشراف الشرطه البلديه؟ فما تقصير من الشرطه البلديه بصراحه برش. انا شوف شوف احنا الشرطه البلديه نعرفوا العدد نتاعها شوي، نعرفوا حتى على مستوى حتى يا ودي هذا في قلب البلاد حتى واحد برك يشوفها. سيد مطمئن على مستوى الامن ساعات راهو بالشرطه البلديه يهزوهم ساعات الماتش نتاع الكوره ساعات كذا تصير بعض المواطن احيانا كما تعرف المثل اللي يقول يسرق غير باللحاحي احيانا. لا لا هذا ما ينجمش يسرق في قلب البلاد. انت كيفاش بنيت؟ سامحني يا سيده سيها ميدان، انت ايش عملت في بناتك هذه اللي فرضتها تو بنيتها رغم بدون رخصه وتو بنيتها وقفتها؟ كيفاش وقفت؟ انا عندي تو تنجم تجاوبنا خاطر انت في حد ذاتك بنيت من غير رخصه تو. ايا روح من جاوبك يا سيدي جاوبنا انت كيفاش ما نتحداش السلطه. بالعكس احنا اول حاجه سيد معتمد ماناش ضد القانون، احنا بونا مناضل والوطنيه رافعينها في الدم، نحبوا تعيش ونحبوا البلديه ترجع في ازدهارها كما كانت وقت محمود زهيوه والرجال بجد الرجال ومنهم بابا وكل فوق المليار فك الوقت هذيك اللي طول البلديه ولات مسكينه في حاله. لا 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 كنا نسلفوا البلديه. لا سمحني لا سمحني ما قطعتش انا نعطيك على مستوى مالي خلاص لك انا موجه انا نتحدث احنا الميزانيه من 4 مليارات 4 مليارات طولت 5 مليارات ونص على المستوى المالي فقط. اي عاد هذاك حسب كنا في 1900 وشنو تو ولينا في 2017 حب تزيد لكن ما تكفيش الغرض. انت انتقلت تو للجانب المالي معناها كل شيء. خلينا في موضوعنا خلينا في موضوعنا يهديك. احنا دارنا مبنيه من عام 60 حبينا نصلحوها ما خلوناش، ملكتها اختي ورثتها اختي على بابا الله يرحمه. عندنا احنا بريسك 800 متر عطاوه لنا بناء البلديه وبدينا نخلصوا في الاداء البلدي دبوي من 79 والدار من قبل بالطبيعه بما انه بابا يملك بزيد ارض غادي وقت عندنا في القانون ما تنجموا نعملوا دار. الدار هذيك فيها جميع المرافق حبينا نصلحوها واعطينا كياس 9 متر ومن قدام واعطينا في الجنب ما تعطينا القانون واعطينا احنا نمتثلوا القانون وما عندناش حتى مزيه هذاك الحاكم يحب يلزمه. جينا نصلحوا فيها عملنا رخصه طلبنا رخصه ترميم حاسينوا بدات البلديه تطلب عملنا ملف في الاخر قالوا ملف فني عندنا بالنا ملف فني. يا سيد المعتمد رانا مانيش رافضين تحب انت ودارنا اقل من 100 متر كوفاء اللي تدخل في الفصل 68 من قانون 95 اللي عمله السيد وزير التجهيز تنجم اقل من 100 متر وتعمل موديفيكاسيون فيها كوم تي فو على خاطر هي ظريفه معناتها احنا هكاكا وامتثلنا البلديه عطينا وكل قلنا له يا سيد المعتمد تحب تحسبها لنا بناء ونخلصوا من المليون العشره ما عندناش مشكله معناتها عملتوه الدوسي كامل عملنا كامل وكل شيء هزينا البلديه ديما يرفضوا ديما يرفضوا من بعد راهو قدام الناس السيد المعتمد يظهر اللهم صل على النبي يحكي بالقوانين وكل لكن كي تلقاه مش سيغونتين قال هنا وقالها في مع الاذاعه الوطنيه مش سيغونتين يعطيونا النهج اللي هو حبي يتعدى عليا كمثال تهيه العمرانيه اللي السيد معتمد يقول لي ماهوش قانون اللي هو مصادق عليه حتى رئيس الجمهوريه وهبط في الرد الرسمي 23 اوت 2010 والسيد المعتمد يقول لي ماهوش قانون، كيفاش انا سيد معتمد اللي اكثر حاجه اللي نعتمدوها في البلاد وفي البنايات نتاع البلاد، يقول لي سيد المعتمد مش قانون، وقت اللي انا احترمته وانا كي لقيته عامل قدام داري انا نهج اعطيت النهج، لقيته عامل بجنبي نهج اعطيت النهج، كي لقيته عامل لي زنقه حاده ورايا نحترمه، لا سيد المعتمد بما انه عندنا ناس معناتها نعرفوهم والناس الله اعلم مهندس البلديه ولد عم يسكن شارنا يحب عليه نهج والاخر الطبيب شنو ولا فرض علينا في الكواليس سيد معتمد شو يقول لنا في الكواليس يقول لنا بما انه هو عنده السلطه ينجم يغلبني تعطيونا النهج هذاك نزيدوا نشو نقول لكم ارضكم اللي هي ورثتها اختي خديجه وسلوى على بابا الله يرحمه هذيك الوحيده بناء باش نجم تعمل فيها دار صغيره للصيف تعطيونا النهج هذاك نعطيوكم رخصة البناء ورخصة الترميم، معقول هكا مسؤول يعمل لي شونتاج وتقول هنا بتاع البلدية وكل وين وقت اللي مشيت هو تو يقول لك الإعلام والإعلام وديما ما يحبش ما يحبناش نمشيو للإعلام هي مشكلته ما فهمتش علاش الإعلام يقول علاش تمشيو للإعلام.
يقول لنا مادامكم مشيتوا للاعلام يدرى شنو هو يبدا حاسيل وما لقيناش معاه حل. هو يغلبني بالسلطه انا شنو نقول. هو شنو طالب شونتاج معناتها تعطيني نعطيك والديك مقايضه مقايضه ورحمه سي عماد شنو هي الحكايه. سامحني انا كي مشيت لخابه من شو اسمه خمس سنين اللي هو خلي سنني عاد شونتاج سنين خلي يجاوبك على الحكايه هذه. شنو نحب نجدد شكري نحب نجدد شكري للاعلام ولكل البرامج اللي سلطت الاضواء على مختلف الوضعيات بما فيهم الوضعيه هذه. شكرا. لانه كي سلطت الاعلام فرصه على اي وضعيه هي فرصه لنا كبلديه باش يا اما كان عندنا خطا نصلحوه ولا انت تسمعهم انت تسمعهم بصراحه تسمعهم بطبيعه الحال جو تقبل في المواطنين اكثر من مره اكثر من مره. هشاشني مره من البيرو وقال لي مازلت تجيني على الموضوع هذا ما عادش تجيني. قلت له سيده المواطن تحب نجيك علاش؟ تحب نقول لك نعملوا قهوه؟ هذه عندها جي ثلاث اجماع ماني يحب نجيك على موضوع يحل لي موضوعي ما عادش ترا خلقتي. شوف سي وسام واحترم لي البلاد انا بنت مازن تميم نحب بلادي يا بابا مزدهره في ولايه نابل. احنا نحيوا البرامج كيما هكا وفرصه بين المسؤول وبين المواطن ولو انا حتى في مستوى الجلسات التمهيديه وحتى في مكاتب الرئاسه المواطن. اما ليش تسمعنا كان تحب نجاوب على القضيه هذه. واضح شكرا سيدة سيدة. عايش ولدي عايش. بالنسبه للموضوع هي فيما يتعلق بالترميم صحيح كما ذكرت هي عندهم بنايه قديمه. هم حبوا يقوموا فيها باشغال، هم يروا ان الاشغال هذيك اللي يقوموا بها ترمي. يعطيني رخصة بناء ردها لي بناء واعطيها لي بناء من الحافظة. نحكوا على البناء ونحكوا على الترميم. لا بس هي ردها لي بناء ونخلص حتى 3 ملايين ما نخلصش بس نحكوا برخصة بناء. نجاوبك على الزوز مش مشكلة. نخلص البناء والترميم نجاوبك على الزوز. سيد نايب عمل اير بلس 2 500 دينار. تفضل. لا سامحني ما تجبدش السيد نايب مش هو اللي عمل. تفضل. نحكيو على الوضعية نتاعك من غير ما نجبدوا العباد الأخرى. لا حتى نجبدوا وضعية أخرى نجاوبوا عليها. ما نحن اللي حطيناها كيف بصبعي أنا حطيته نايب يلزمني نحاس. شوف السيد النايب على فكرة. لا السيد النايب على فكرة ما عندوش بناء بس نشدوا واضحين. أخوه نتاع أخوه لا نتاع أخوه تم تسويتها بطرق قانونية معناها من غير ما نتحطوا في الجانب هذايا لأن احنا الدولة بل بالعكس صدرنا فيها قرار هدم وبرمجناها للتنفيذ لولا ميقاع تسويتها بصورة قانونية كانت تنفذ وديجا نفذنا سيد نايب. ماكي تولي حاجة تابعة سيد نايب راهو زاد يولي فيها برشا تساؤلات. أنا ما نحبش نذكر الأشخاص ما يساش ما فيها آخر آخر برمجة للتنفيذ اللي تمت تو في الميكرو العمومي البحري مع خالت السيد النائب النائب نفذنا عليها معناها خالته من غير ما نحب نشكره نحب نشكره نحب نشكره في المجال هذا لانه ما يمارسش علينا حتى هرس. يا سعيد نرجع الموضوع نرجع الموضوع هو زوز مستويات زوز مستويات رخصه البناء والترميم. الموضوع زوز مستويات المستوى الاول هو رخصه البناء والمستوى الثاني هو الترميم. نحب ناكد على حاجه انه راهو الموضوع هذا هو فني بامتياز لا يخضع للسلطه التقديريه لرئيس البلديه او لاي مسؤول في الدوله. هو موضوع فني بامتياز بمعنى انه رخص البناء لما يتقدم المواطن بمطلب رخصه البناء تتحال لجنه رخص البناء. وانا كما ذكرت انا لما بشرت مهامي في جويليا 2015 لقينا اللجنه تتكون من 4 افراد فقط. حتى المستوى لدرجه جهويه للتجهيز ما يجوش تو ولا لدرجه جهويه للتجهيز ممثله في 3 اشخاص في املاك الدوله الفلاحه الحمايه المدنيه البلديه 9 اشخاص يمثلوا هيكل الدوله. تعرض هو المطلب نتاعهم هم رو كانوا طلبوا منها ادماج المشروع ضمن تقسيم باعتبار وانه قطعه الارض هذه 5300 متر غير مقسمه فيها جانب الجزء الاكبر منه. ما تقولش 5000 عندنا 8000 لا 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 سامحني لا سامحني في روضه ما عندهاش فيها جزء شوف هو عقار مشترك مقسم على شياع. لا خلينا نجاوبوا كمل نجاوب هو عقار مشترك ما تقولش 5000 هو عقار مقسمينه على شياع هم اللي كانوا مقسمين. لا يا سيد المواطن عندنا شهاده ابرام مخلصين المجلس في الارض هذه قطع نظر على المجلس على واحد راح نحكوا على قطعه ارض هي قطعه الارض هذه قداش كبر بناء فيها 600 متر والدويره هذا قطعه هذا حسب تقسيمهم على شياع. اما كبلديه هي قطعه ارض 5300 متر مقسمه على الشياع قطع نظر احنا مقسم مش هذه تفصيلنا. تعرضت لجنه رخص البناء وطلبوا منها ادماج المشروع ضمن تقسيم. هذه بالنسبه بالنسبه سامحني عندناش مشروع مندمج ضمن التقسيم وصادق عليه الوحيد اللي عندنا في منزل مين بحث المقبره. سيده سهام الموضوع هذا يشوف يتعرض على لجنه رخص البناء روضة أختي لجنة رخص البناء هي الفيصل في هذا الجانب. هذا فيما يتعلق برخصة البناء كل ما عندها حتى مترو فيما يتعلق وهي في البناء معناها هي انت تقصد سامحني خلني ننظم نفهم خاطر معناها انت عندك 5000 متر لكن فيهم 600 متر هذوكم بناء وبين بين الارض بين الارض الفلاحيه اللي ما تكسبش فيها معناتها اختي روضه مولات الدار والواحد اعطينا 9 متر اسباس 9 متر احترمنا البلان داميناجمون يعني ولات هذيك خاض على شنو هي المشكله مال؟
المشكلة انه يحبوا ايه جدد لي هكاك نفس الحكايه نتاع عمي سيسي يرجع لي 5000 متر. اختي روضه ما عندهاش، انا احنا خواتها اللي نكسبوا فميك حسبنا براينيه، ايش دخلك في الفلاحه؟ سي اسامه بالتاكيد، سي اسامه بالتاكيد انت تعرف باللي رخص البناء يتم معنا عرضها على لجنه مختصه نتاع رخص البناء، وهي تنظر ادارات الدوله المختلفه ينظروا فيها باش يوافقوا على المواطن او ما يوافقوش ويطلبوا منه اجراءات معينه. هذا تم عرضه على لجنه رخص البناء وهي حسمت فيه قانونيا حسب اللجنه ترميم، بالنسبه للترميم باش من خاطر برشا كلام تو تقال قداش من ميت. انتم شنو طالبين مدام؟ انا طالبه خلينا تسويه، شنو طالبين بالضبط؟ لا مش كيما خل، استنيني عاد يا مدام خلينا نحكيو على الوظايف، مش كيما خل عباد اخرين وخل عباد، لا مش كيما خل، خاطر كل وظايف عندها الحالة نتاعها. انت شنو طالبه في انت شنو طالبه في البناء نتاعك؟ والله انا طالبه يخليني نشم ريحه بابا، هي صحيحه خذتها اختي لكن فينا فيها برشا ذكريات، يخليني نصلح. السيد المعتمد بربي على هذه الحاله هذه، خاطر انا ديما اعصابي يوتر هالي باللي احنا الثاني ولا اول، يا ليتنا جينا الاولانيين في الجمهوريه التونسيه في النظافه في ازدهار البلديه وكل خير من اللي جينا في قرار الهدم بعد الخراب. معناتها استنى سامحني سي اسامه، انت تويك في الفلاحي تقول نفذنا قرار الهدم، يا سي عماد يظلي وانت ادرى وانا نعرف مانيش سيدي تيتا. كي تمشي تنفذ بابا قرار الهدم في الفلاحي وهذيا يظل تعرفوا انتوما في الفلاحي، يلزمك مش تنقر له وتروح، يلزمك ترجع الارض على الحاله التي كانت عليها، يعني تنحي كومبليتمون، اما مش تخليه صور وتخليه وتعمل الزنك ومن بعد يدخل تعطيه انت سيادتك الضوء. الانفلات اللي صار في عهدك يا سي عماد اقوى من الانفلات بتاع 2010. انا بنت منزل تميم والدم يجري كيما كيما نغير على اولادي. سامحني بالله شوف، خل مش نجاوبوا، لا باش ما يدخلش المواضيع نجاوبوك على ذمتك يا سيده سهام، اما نجاوبوا بالنقطه من بعد هذيا باش نفهموا الوضع. انا طالبه منك سي عماد، شنو طالبه انت صحيح؟ يخليني ونخلص، تحبني نخلص ترد لي ترميم مش ترميم رخصة بناء، انا مستعده قداش تخلص؟ ما خلصش 200 دينار كما السيده. ايوا لكن زاده ما نجموش نمشيو كابر كام، انت هذا طلب شخصي اللي كنت نحترموه زاده مدام، ولكن زاده ماذا بينا كان نحكيو في العموم، لانه البرنامج ماهوش معناها كونفرونتاسيون بين زوز من الناس. انت شنو طالبه من ناحيه شنو القرارات اللي انت انا المطالب انت نتاعك انت شنو قبل ما نوصل للفلاحي والاراضي انا بالنسبه لي انا ما عندي مع السيد معتمد حتى خلاف، انا بالنسبه لي انا يحترم القانون يمشينا للبلاد، خاطر هو مكلف اليوم لمده معينه من بعد كي يمشي يخلينا برشا. مدام راك هربت بيا من السؤال، المطالب نتاعك في الوضعيه نتاعك انت شنو طالبه؟ نخلص رخصه، ما هو قال مش ترميم اخويا، رد لي بناء نخلص لك رخصه بناء وخليني نكمل دار بابا. علاش اشترى وانا بعد ما مشيت للبرنامج مشيت له وقابلته قال لي كمل الدار. خلينا نسمع احنا قانونيا يتنجم قانونيا خويا اسامه كيما ذكرنا راهو الموضوع فني بامتياز على مستوى رخصه البناء، ذكرت لك مكون على مستوى رخصه البناء ثم لجنه على مستوى الترميم فما زاده برشا توا سيد المعتمد يبني وكيك بليش لا فني لا حتى شيء سكت عليهم، وفي منزل مين فما برشا يبني وفي الثنيه يزيدوا لي تيراس وما نزيد ما نحكيوش. دار ويا رسول الله انا مانيش نلوم عليك راهو نعرف انه اسمعني اذا كان ثم اذا كان ثم شكون متجاوز؟ شوف اذا كان ثم تجاوز ثم تجاوز في منزل مين ثم تجاوز؟ اذا كان ثم تجاوز راهو يتم التعامل معها بالاحترام الاجراءات القانونيه، ولكن راهو في حد ذاته ما يعنيش التجاوز يشرع لتجاوز اخر. هذا اللي نحكيو عليه شويه بعد البوز دونك قرارات الهدم في منزل تميم. كلمونا 31 37 50 اكتبوا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فام ما تبعدوش. مازال نحكيو على قرارات الهدم اللي توقع تنفيذها على بعض البنايات المخالفه للقانون في منزل تميم. البعض في السكان يتهم المسؤولين بالتقصير او المحاباه في بعض القرارات، واليوم نسمع المواطن والمسؤول. دونك كلمونا 31 36 37 50 ولا اكتبوا لي كومنتير نتاعكم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو كابا فام. نحب نرحب من جديد بسي محمد عماد الهرابي معتمد ورئيس النيابه الخصوصيه بمنزل تميم، ومازال معنا سي جلال بولابيا اللي هو عنده اشكاليه في البناء. دونك باش نحكيو معاه شويه اخر قبل هذا الكل. عندنا تليفون وهبي على تليفون يجينا دونك من منزل تميم باش نشوفوا وضعيه بتيتر اخرى، ولا نعرفوا انه هذا الموضوع. وبون سي محمد الحاجه الباهيه فيك عندك برودة الدم، يعني لاحظنا انه حتى تعاملك مع المواطنين لانه مهم برشا، خاطر انت ابريتو باش تقعد معاهم تو. نحن من بعد كل واحد يروح لروحه وتقعد واجبي باعتباري ممثل فوالا واضح. نحكيو بهدوء ويكون الحوار معناتها في كنف الاحترام. ناخذوا تليفون الموالي سي نزار منزل تميم. مرحبا.
اهلا وسهلا، مرحبا بك سي وهبي، وشكرا على هذه الاستضافه الداعيه. شكرا لك، تفضل تفضل يعيش ليكم كل حضور. الحقيقه فما زي ما كسبناه بعد الثوره انه التعبير وحريه التعبير، وكذلك نشكي المباشر. احنا نبداو بامور ايجابيه. ساعه نشكر السيد معتمد على الوقفه اللي رناها في الفتره اللي فاتت عيد الشهداء، ورينا نهضه كبيره في مخصوص الحدائق وتعداد لتقبل الربيع والصيف. ريتو شنو النهضه؟ شنو؟ شنو ريتو النهضه؟ شنو؟ نهضه هكا في مول العنايه شويه. البلاد والحدائق سنه الشهداء وعيد الاستقلال، كنا ما في جو حقيقه البلاد زينت شويه ونظفت شويه. شكرا للبلديه، وهذا من اللوب كبدايه. معناها مشكليه ربما نحب نتحدث فيما يخص انا مواطني 23 مواطن في حي الشرشاره. عندنا مقسم قيمته 6 مراجع حي الشرشاره. 6 مراجع صبيناه، صبيناه في بلديه وعديناه للتجهيز قبل ذاك الساعه كله، عملنا مع التجهيز والبلديه. وخذينا الموافقه النهائيه على مستوى التجهيز سيسير لهنا تقسم باي الجنايات قداش نعطيو حق الطريق من 5990 ميتو. معناتها يوردي نعطيو اخذات البلديه والبلان على مستوى جهوي 2650 ميتو. معناتها اوزر قداش عطينا الطريق. لكن المستوى الموجود في الشركاء هذوما 23 مواطن معهم كذا اخرين قدم بني، فما اللي انطلق يبني على روحه. لكن بناء وخلى الطريق والمسافات الموجوده، وهذا الموافقه النهائيه بترك 2650 متر مربع موجوده ومسجله في القبضه بتاريخ 14 فيفري 2013. معناتها اللي بناه احترم الـ 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 احترم الطريق اي باهي، وترز عليه الطرف كما نقولوا في انه يبني، وجاو ثبتوا الناس ولقاو اللي واخذوا موافقه نهائيه. لهنا انا شنو موضوع الشراكه بين البلديه والدوله يتحدثوا عليها حديث ولكن غير مطبق. كيفاش؟ اذا كان لازم 23 مواطن كل واحد واخذ 160 ميتو قرض في وادي، معناتها واخذ قرض يعلم به كالرب ومفضل طرف فلوس باش يبني بيه. جيت تفرض عليه انت تو هيئ الكيس وهيئ الضوء وحضر كذا وكذا الى غير ذلك، هو ما عندوش حتى ان شاء الله يوصلها كما يقولوها باش يبني بيته يبدا فيه. ما عادش تو شكون يفكر في البني، معناتها الناس الكل تمشي للكراء. 23 مواطن لازم اللي 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 تكافئوا وخلاوا الطريق وكسبوا كل واحد مقسم يحب يبني على روحه يحبوا يلقوا باب للشراكه مع الدوله. أو كلهم عندهم قرار هدم، فيهم اللي معناتها جات باش يهدوا له، ولكن ما شراكه معناتها تسويه. شراكه نحبوا نتشاركوا نعملوا مع بعضنا على الكياس هذايا، والحالات الاجتماعيه لا تسمح انه المواطن باش يهز حتى معناتها يمكن نساهموا. شنو معناها الدوله كيفاش ما فهمتش؟ معناها الكياس شنو تتشاركوا فيه مع بعضكم كيفاش؟ انتم ديجا اعطيتم الارض، معناتها انتم 23 هذوما ماكم اعطيتوها منك تهيئ الارض الارض هذيك والكياس اللي خليته انت ل 2600 معناها انت تتنازل على 2600 تعطيه للدوله وتزيد انت عليهم. لا تزيد عليهم سي وهبي، فهمتك. لا يا سي نزار لحظه خلينا نوضح. معناها انتم 23 تتنازلوا على 2600 وانتم تنازلتوا ويزيدوا يطلبوا منكم باش انتم تهيئوه الطريق على حسابكم، الطريق والتطهير والضوء والتليفون والكل. كي تعمل ايش تعمل ما تنجمش، معناتها تقعد طول عمرك ما تنجمش تهيئ والشيء هذا الكل. احنا طالبين لنا راني من السلطه ومن الدوله، راهو ربما البلديه عندها اشكال في الشيء هذا، راهو الكلام هذا يقول فيه في حي الشرشاره في حي البياضه في كامل انحاء الجمهوريه. معناتها نحن نحبوا يا خويا نطاق جمعيات ولا تكون في البلديه معروفه، ويجيك 23 مواطن يمدوا لك اخويا مليون مليون مليون، ولكن عاونهم انت يا خويا في الناس وفي التطهير والكياس موجود. هذا الطريق تبع الفيل الجديد اللي كيستوها اللي مات هذه يتحل عليه 15 متر عرض يخرج حتى كي تربط بالحزاميه اللي تخرج على دار الفازيتا من تالي. معناتها هذا كان يحل اشكال حتى نهار السوق ولا نهار الثلاثاء. يا سي نزار يا سي نزار عندنا مشكل في منزل ثمين الاثنين والثلاثة ما تمشيش لدار الفازيتا. علاش؟ الحكمة ما تطبلهاش. علاش؟ سوق اسبوعي. ما فما سوق الاسبوعي. اي وزيدوا نهار الجمعة ما تطلبوش، من غير مين مسكرة يلزمها تتنفس. يا خويا نحن 23 مواطن مستعدين نسامح. راهو احنا تو مطبق علينا قرار نهدم راهو. أما صابري
قاعدين يطبقوا على كيما نقولوا الاماكن الحساسه اللي فيها برشا. انا شنو نطلب لنا؟ نطلب انه التسويه اللي ممكن نجموا نسويوها من طرف المواطن وحده راهو ما ينجمش. نطلبوا موعد، نطلبوا جلسه، نطلبوا اجتماع، ربما راهي ماشيه فيها البلديه واحنا ما في بالناش. وضعي الشيء نفسه تخلق في المريقب خويا وهد. المريقب حي شاطئ مش نورمال. فيه قرابه 300 ساكن. ولكن الناس الكل كاسي صوزة. انا شو نقول لك؟ هو سي عماد مسؤول طب عليها معناتها كيما نقولها. اما شو الحل من البرنامج نتاعك اليوم؟ شو الحل؟ باهي ياسين نزار انا سمعناك توا مختلف التساؤلات نتاعك وباش يجاوبك سي عماد على المشكل هذا نتاع 23 مواطن. وقالوا كيما المواطنين وحكايه باسمهم سي نزار الشراكه ما بين الدوله والبلديه، قال لك خلينا نتعاونوا وخلينا نبنيوا الكياسات والضوء والماء واللي موجود معناها يحبوا تسويه لوضعيتهم خاطر فما ناس قاعدين عندهم حتى قرارات هدم. سي عماد شنو الموضوع هذا؟ بالنسبه لسي نزار انا نوجه له الدعوه باش يجينا للبلديه يتصل بينا. انت عندك علم بالموضوع هذا؟ الحقيقه هو اثاره هو تو يتصل بينا في الموضوع نشوفوا نجموا نعملوه. بقينا حابين ناكدوا على حاجه معينه راهو بالنسبه تو للمبدا التشاركيه اللي هو دخل تو في برمجه المشاريع التنميه في البلديه. ما عادش البلديه رئيس البلديه هو اللي قرر يعبد الطريق هذا ولا هذا. ولا الجلسات التشاركيه اللي تتم مع المواطنين كما تمت برمجه الطرقات في 2016 حوالي 600 الف دينار، كما تو تم برمجه 2017 المواطن هو اللي يحضر في الجلسه التشاركيه وهم اللي المواطنين سواء كانوا اتفقوا او اختلفوا يقع التصويت وبرمجه الطرقات المعنيه. اما التشاركيه اللي يحكي عليها سي نزار معناتها وكانه هو باش يبني يعطيه العباد فلوس باش يبنيوا الكياسات معناتها العباد مش فاهمه الشراكه معناتها مقبوله هذه انه العباد هي اللي تولي هي سورتوك هما نازلين على معناتها 2650 متر من اراضيهم. هو التنازل هذاك راهو في حدود انه التقسيم انت مش تعمل تقسيم انت بالطبيعه مش تكون ثم مساحه نتاع الطرقات وكذا. بقينا هو يحكي على التعبيد. انا ذكرت لكم كونه التعبيد ولا ناس ولا مشاريع ولا مشاريع ولا للاناره ولا للواحد راهي تتم عن طريق البرنامج المخطط الاستثماري اللي هو تو سنوي وفي اطار التشاركيه مع المواطن. يتصل بينا باش نشوف الوضعيه عن قرب واذا كان ثم صيغه من الصيغ اللي هي تنجم تتم ما عندنا حتى اشكال. اي هو اتصل له هو وعطى له الوضعيه معنا. لما هو اتصل تو يجي يتصل بينا في المكتب نشوف الوضعيه بالضبط. لازم يمشي له مع 23 سي نزار. لا مش بالضروره 23 لا يجيب الوضعيه كل واحد يجي يحب ياخذ دخل الماء والضوء هذوما اللي عندهم قرار هدم. قول له لا يا خويا انت كيفاش عملت فمي كاي ساعه ما عندي معك حد حديث خويا مش تعدين. يا اعطاك رونديفو يا سي نزار يا خويا بارك الله فيك. باهي عطاك روندي وقتاش ينجم يجيو الجماعة؟ مرحبا أي وقت. غدوة يجيو الصباح؟ ميساش مرحبا بك. غدوة العشرة نتاع الصباح؟ ميساش مرحبا بك. سي نزار؟ بارك الله فيك. غدوة العشرة نتاع الصباح بقدرة ربي تكونوا موجودين في مكتب سي عماد. إن شاء الله نلقاو حل ومستعدين للمسامحة. إي بربي تو كيقول لي هاك مليون تو فماش تقسيط ما فماش حاجة سي وهبي. احنا مش نلموا في الفلوس راه. لا مازلنا ما حكيناش على المليون. لا تو نزار انت قبيله قلت نحن مستعدين كل واحد مليون مليون تو ولات بالتقسيط. يعطيك يلتزم وخلص. خليكم تتفاهموا ساعه اسمعني خليكم تتفاهموا ساعه على المبدا ما دام السيد تو بصدر رحب قال لكم يجيو تفهموا ساعه على المبدا ومن بعد تشوف الصياغه القانونيه مش كيتلمين فلوس ولا كذا. اي خاطر هو القانونيه الموجوده يا سي نزار. لا ما الصياغه القانونيه هو اش قال لك؟ قال لك توا نحن زاد هما ناس ما في حالهمش باش معناتها كيما قال لك يعلم به ربي ماخذ قرض باش يبني باش يكمل ماك القرض هذاك معناتها يلزمو يعاون في الكياسات. يا من نستغرب معناتها من العباد اللي يعطيوا الاقتراح هذا وهبي زاد يقولوا مليون مليون ولا 500 500 ونعملوا كياس. هذه البلديه باش تعمل لكم كياس. لا ما هما تشاركيه مش وحدها البلديه التشاركيه في الافكار او في المقترحات نتاعها نتاع المشاريع هكا ولا نجموا شوفوا اسامه نجم حتى الكياس هذايا اللي باش يتعمل ولا هو يلزم المواطنين يشاركوا باش يخلصوا معاهم. وهي برمجه 2018 على الابواب احنا يحضروا المواطنين هذوما كيما حضروا المواطنين نتاع الانهج الاخرى تو المبرمجه للتعبيد ويتبرمج حتى على مستوى البلديه. السوق الاسبوعي شنو الاشكاليه؟ السوق الاسبوعي سي نزار معايا؟ نعم. انت حكيت على سوق الاسبوع يبيع وجاله انت قلت نهار الجمعه تتسكر منزل تميم اثنين وثلاثه ما يتعداش ربي عين الناس كل التجار الكل. اما لكن عندنا مشكله كبيره ياس نهار الاثنين والثلاثه ولا لنا تو الخميس والجمعه اربع ايام منزل تميم من شيره مركز منطقه الشرطه الى حدود دار الفازيتا وما حولها لا تدخل ولا تخرج لا كرهبه حمايه ولا كرهبه مطافة ولا سياره اسعاف. يا ولدي راهو شوفوا تنفيسه يرحم والديكم
فما راهو الطرق الحزاميه لكن سيب ما نعرفش انا كيفاش نعملوا حل روحنا. ننزل في امراه ومعناتها فيها ادارات خط اداري معناتها دار البازيت هذه تخدم على مستوى شطر ولايه اثنين معناتها مسكنات انا نجبحها ويقولوا لنا ما تجيوش نرسمي ما تجيوش مع السوق تتسكر الدنيا تسكر الكيس كله يتسكر مسكرين واش لازم تجينا نحن. واضح واضح سي عماد اجابه بعجالة على الوضع. تكره بالبوليسيه ما يلقاوش كيفاش يقاريوهم قدام المنطقه بالنسبه وحتى العباد زاده في الديار ما تلقاش كيفاش تخرج. بالنسبه للعلاقه بين البلديه وبين المستلزم تاع الاسواق هي تنظمها كراس الشروط والشرطه البلديه الحقيقه بادله مجهودات رغم الصعوبات في مدى الزام المستلزم باحترام كراس الشروط. بيعطينا الحل يا سي عماد يعطينا هذا الكل نعرفوه الحل. شوف احنا لما تتم كراس الشروط راهي تتم على الاساس انه تاخذ بعين الاعتبار وين وصلت كراس الشروط اذا كانت لا موجوده هي تنظم العلاقه تو بين المقاومه مش منفذه الشرطه البلديه هي موجوده حقيقه جهد واذا كان في بعض الانهج ولا بعض كذا او جينا احيانا تشكيات كما شارع 7 افريل كانت قبل ينتصبوا فيه جدا تشكيات في الاطار هذا وفرضنا القانون وتم اخلاء الواحد من الانتساب. يعني اذا كان ثم وضعيه في شاب في جانب من الجوانب في نهج من الانهج ما ثم حتى مشكله وقتاش نلقاو تنفيسه المنزل في الايامات هذي وهو راها صورها كيكه معناها هو صورها كيكه. لا لا هو مش صورها كيكه في علاقه بالشرطه البلديه في العلاقه المستلزم هو بالحق الاثنين وثلاثه الكيس يتسكر راهو من محطه الوازات ولا الكيران حتى تاكسي اللي مستخلط انت تمشي تدور سي عماد في منزل تميم وتشوف مسكره مسكره معناها الناس تنصب في وسط الكيس. شوف احنا قمنا بمجهودات حتى بالتنسيق مع منطقه الشرطه وتو حتى ديجا ذكرت فما تراخي من الشرطه البلديه يا سي عماد ما همش قاعدين معناها تو شفت في تونس ساعات يعملوا حمله ناس كل ما عادش تنصب معايا سيتيني معناها شوف انا نحب نذكر بحاجه انه صحيح فما مشكله في الامكانيات شوف فما رعشه فما يدي مرتعشه كما لا لا هون اكد لك حقيقه اخرى انت اكد عكس هذا احنا في رمضان الفارط قبيله بجمعه او اسبوع او اسبوعين معناها كانت التجربه النموذجيه في منزل تميم في ولايه نابل ان استطعنا قضينا على الانتساب الفوضوي بمحيط السوق المركزيه وبمحطه سيدي الفلاني اللي هذوما اماكن تركز السوق البلدي. نحب نشكره بالمناسبه شكر الشرطه البلديه والامن على بذلوا مجهودات بقينا ثم صعوبات في الاطار هذا ثم مشاكل نتعاونوا معاها مشكل بمشكل وكل مشكله لها حلها. باه جلال سي جلال شنو الحل نتاع المشكله نتاعو؟ خاطر وقت يزرف فينا ماذا بينا نعطيو الحل قبل ما لا متفقين احنا اتفقنا سي جلال زاد غدو برا بحذاه لا لا مش برا بحذاه احنا شوف احنا هو خذا ثم مسار قضائي ثم قضيه موجوده عند العداله احنا حبينا احنا حبينا مادام عبر هو على رغبته في التسويه والمواطن الاخر يحب يسوي الوضعيه احنا نكونوا قلت المواطن الاخر في البرة هي احنا اتصلنا بي في اخر الجمعه هذه مش يجي احنا في الاسبوع المقبل نجلسوهم وقت جاي سيد في الويكاند وقت جاي في الويكاند الاسبوع المقبل نجلسوهم مع بعض باش يوجدوا صيغه ينهوا بها النزاع القضائي الاثنين ثلاثة اسابيع في الاسبوع في بحر الاسبوع القادم الاسبوع القادم معناتها نعاودوا نتصلوا بك سي عماد ونتصلوا هذا التزام شخصي جلال ونحكيو في الموضوع هذا في التسويه راهي ارواح الناس انا ما نتحمل حتى مسؤوليه شنو طالب انت شنو طالب في الحلول اللي باش تلقاها في الجلسه في وسط الجمعه نتحملها انت ورئيس المركز شوف احنا نتحملوا مسؤوليتنا خاطر الداله اللي مهزوز عليها العماره مهزوز على العماره هذه انت هاك شفتها كيفني الحديد اللي موجود فيها مبنيه الساعه على مرتين اي تنجم تترمم معناها تتصلح تنجم تتصلح تجي فيها عرس ولا اسمعني زادت تتصلح من الاولى انا باهي توا اي زاد توا ما ينجموش يطيحوا هذاك الكل توا ما ينجموش يطيحوا زاد هذاك الكل فما قضيه وفما رخصه شوف سي جلال شوف سي جلال هو اختار شوف سي جلال سي جلال سي جلال بلي دعوه بكل لطف انت اخترت المسار القضائي في رفع قضيه استعجاليه ورفضتها المحكمه وتو في اطار خجب خلينا نكملك وتو في طور التقاضي سامحني في طور التقاضي احنا اذا كان انت مستعد والطرف الاخر مستعد نمارسوا احنا دور هكا معناها تاثير ادبي باش نجدوا صيغه نتاع التسويه ما بينك تولي الاشكال معناها خليها تسوى الوضعية بترميم بتصليح ما فماش حاجة راهو ما تتصلحش راهو وسي جلال مشكور عبرنا تو عن رغبته في التسوية والطرف المواطن الآخر معبر عن رغبته في التسوية في بحر الأسبوع المقبل يجلسوا مع بعض معناتها نتابعوها احنا القضية هذه والوضعية هذه الجمعة الجاية ونتصلوا بكم الزوز سي جلال وسي عماد ونشوفوا وين وصلت الحكاية الكل. مازلنا نحكيوا على قرارات الهدم اللي يوقع تنفيذها في بعض البنايات المخالفة للقانون في منزل تميم دونك كلمونا 31 36 37 50 راجعين بعد أخبار ما 3:30 مازلنا نحكيو على التجاوزات اللي موجودة في البنايات الفوضوية وقرارات الهدم اللي موجودة في منزل تميم دونك كلمونا 31 36 37 50 برشا كومنتريت برشا تليفونات لكن بحثينا زادة عديد الحالات وعديد الوضعيات بالنسبة للموضوع اليوم. نحب نرحب من جديد بسي محمد عماد الهرابي معتمد ورئيس النيابة الخصوصية بمنزل تميم ومدام سهام ريدان هي متقاعدة ومواطنة من منزل تميم
والتحق بنا سي عبد اللطيف تبر مواطن زاده من منزل تميم عنده زاده اشكاليه وفي المحل وبحذاه محل اخر به خلينا نعرفوا الوضعيه كامله. سي عبد اللطيف مرحبا بك ديجا. مرحبا عايشك بارك الله فيك. انت بالامثل عندي مشكله كبيره. انا كنت نعيش لبرا وروحت قعدت عامين بطال عملت بيفيت ما عملتش حاجه كبيره كافيتاريا يعني كافيتاريا صغيره بيفيت فهمني. قبل ما نبدا في المشروع عملت مطلب البلديه عملت مكتوب مشيت للسلطات قالوا لي تعمل كراس شروط وكذا ومشيت خذيت كراس شروط. عام قديش هذا؟ انا في في اكتوبر هذا اي تو تو في اكتوبر انا اخر سبتمبر فهمني. شفت كراس شروط كريت المحل صرفت فلوس بطل ماتريال جاوا عملوا لي معاينه فهمني الباتين ده والكل عملوا لي معاينه. بعد المعاينه جت حمايه المدنيه وجت الصحه وجت كل عملوا لي المعاينه تنجم تخدم. قلت لهم نجم قلت لهم نجم نخدم قالوا لي تنجم تخدم على راحتك فهمني. عطوني عملت تحليل معناه ما حليت الا ما عملت اوراق الا ما مريق كل شيء قانوني بيه قانوني بديت نخدم على رويحتي. واضح عندي جاري مع جنبي كان هو مطعم فهمني. بعد المطعم ولا يحفر وندر شنو وندر شو ها متصوره او زمان با ها هذه البيفيت وهذا حل بجنبي او بناتها حيط بناتها برضاوي وخرج كراسي وبدا يخدم لا رخصه ولا حد شيء. عملت اعتراضات قبل ما يبدا يخدم عملت اعتراضات للبلديه وجدت لها مكتوب قداش من مكتوب قدام ميكروب ربي جدت لها مكاتيب مكاتيب فهمتني للسلطات الكل للبلديه للناس الكل فهمني. راه مش معقول انا يحلي في بيفيت مع جنبي. لا جات الشرطه البلديه. شنو اللي مش معقول؟ شنو اللي مش معقول؟ جات الشرطه البلديه اي فهمني. اي شنو اللي ما هو معناها المشكله هو حل بجنبك شنو هي المشكله؟ حل بجنبي بكراش شروط لازم يبعد عليا اقل شيء 150 متر فوالا قول لنا هكاك باش الناس تفهم. من القهوه من جنب ما غادي يبعد 200 متر باهي ما عندوش حق هكاك معناها الحيط في الحيط يحلي انا بيفيت فهم ولا يحلي صالون دي تي فهم ولا يحلي قهوه فهم يسمع فهم كراش شروط. واضح فهمني. هو ما غير لا كراش شروط لا شيء حل ويخدم استلست بالسلطات الكل فهمني. نجح جاء مره مشيت البلديه مشيت البلديه هو مكتوب مكتوب هذين قابلت سي عماد نهار 17 بعث له جواب سوق 17 فيفر نهار 22 ونهار 7 مارس جاوا بوكس حتى نتيجه. جات مره شرط البلديه دخلوا خرجوا درش حكاوا معاه من وقتها ما عادش جايين. مشيت اتصل بهم في الاخر بكل جاتني شرط البلديه فهمني بما فيهم رئيس المركز جماعه التراتيب ما قالوا حتى شيء ما قالوا حتى شيء رغم اللي قريبه البلديه هي يعني نرموا كل صباح يصبحوا غادي رئيس البلديه جاي هو وزاد عوان طلعوا عليه مره برك ما عادوش جاوا. لا مش رئيس البلديه سامحني الشرطه البلديه طلعوا عليه مره ما عادوش رجعوا. خلينا نسمع خاطر وقت خاطر مازال درجين في الايميسيون بعد القابل وسي سي هام زاده باش تحكي. خلينا نسمع راي سي وجهه النظر نتاع لا مش خلينا نتفاعلوا اي سي عماد. شكرا سي عبد اللطيف. هو بالنسبه للوضعيه هذه انه نعرفوا انه احنا فتح نتاع المقاهي تو يخضع لكراس شروط. واضح ياخذ المعنى اللي يعبر عن رغبته باش يفتح مقاهي ياخذ كراس شروط ويمشي يشوف المحل نتاعه وبعديك معناها باش تتم الاجراءات الباقيه. احنا لما جتنا شكوى في الغرض تعاملنا معها بكل مسؤوليه بالتنسيق مع مصالح الولايه تم التشكيل. خلينا نكمل قدام ميكرو سي عبد اللطيف. احنا الشكوى راهو نتعاملوا معها بالاجراءات القانونيه ومع الادارات المعنيه الهيكل المعنيه اللي هي شكون تم التنسيق مع مصالح الولايه وكذلك تم تشكيل لجنه في الغرض. جت اللجنه ويعرف هو وعاينت باش تشوف مدى احترام السيد هذا اللي فتح جديد لكراس شروط اللي هو السيد اللي فتح جديد ولا جاره؟ لا جاره اي جارك اي تشوفوا انه كان محترم كراس شروط معناها يا اخي القهوة محترم. اذا كان مش محترم كراس الشروط يتم استصدار قرار غلق من السيد الوالي مش من رئيس النيابه الخصوصيه. القهوة محترم. تو تمت المعاينه عادينها المعاينه لمصالح الولايه تو هم تو بصدد الدرس نتاعها باش استصدار قرار الغلق اذا كانوا مخلف. اذا كان اصدار قرار الغلق احنا نعملوا على تنفيذه. شوف لحظه سي عبد اللطيف لحظه نتاع معاينه نتاع الاطراف المسؤوله المشتركه تو معقول حكايه كيما هكا تقعد حتى تمشي للولايه وتمشي وترجع قرار الغلق. شوف
قرار الغلق نتاع المقهى راه ما يصدروش السيد رئيس النيابه، ما يصدروش رئيس النيابه الخصوصيه، قرار غلق المقهى يصدروا السيد الوالي، لكن السيد الوالي كي يصدر قرار غلق راه يعتمد على معاينه من هياكل مختص. إيه هل من معقول نلقاو زوج قهاوي بحذا بعضهم معناتها لاصقين بعضهم في بعضهم بيناتهم حيط معناها كان ينقب مش حلقات شيء مش حلقات شيء مش حلقات شيء جاي ما قلت لك هو سابقا هو سابقا جاب كل شيء وحطه وحط التواول وحط الدنيا الكل اي علاش حسب حسب رايك انت شنو التجاوز هذا دو اكوا مناش معناها بلا ميساج تو جاوبنا هو يعاوننا في الاجابه ممنوع سي لطفي سي لطفي سي لطفي يا سي لطفي يا سي لطفي انت كي حليت المقهى شنو الاجراءات اللي مريت بها؟ انت قلت رانا خذيت كراس الشروط ومديت نخدم على روحي، خذيتش ترخيص مسبق من البلديه ولا حاجه. انا عملت مطلب وعملت كل شيء وما حليت الا ما عطاوني اي صحيح الاجراءات اللي تميتها انت راهي هذيك اللي قام بها هو فوق على ذكاء احنا جبت شكوى في انه خالف لكل شوف حتى المحل شوف هو بيدو المحل الريستوران شوف بين ثلاثه تيقال فوق هوزر هوزر ما عندوش لا سيناج انا نطمنك باللي راهو باش يتم تطبيق القانون بحذافيره عليه وعلى كل مخالف كيفه بقينا راهي ثم اجراءات قانونيه نمر بها سي عبد اللطيف ما نحكيوش مع بعضنا نحترموها ارجوكم يا سي عبد اللطيف ما نحكيوش مع بعضنا خلينا نفهم توا تطبيق القانون تطبيق القانون سي اسامه يقعد يستنى حتى تطبيق القانون لا 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 لانه انا كما ذكرت لك راهو قرار الغلق شوف عدم احترامه ولا احترامه كراس الشروط راهي تحدوا لجنه المعاينه هذه لجنه معينة نجم تعاود تجتمع بها ولا ترسلها سي علاش متعاودش المعاينة تمت المعاينة تمت المعاينة وبعثناها للسيد الوالي اللي هو الهيكل المعنية اللي مش يتصدر قرار الغلق لما يتم قرار الغلق ويبعثون السيد الوالي احنا نسهر على تنفيذه حب نطمن سي لطفي راهو السيد هذايا تجاوز اذا كان تجاوز ومش يثبت يصدر فيه قرار غلق راهو مش يتم تنفيذ القانون عليه كما تم على كما تم على الناس الكل به خلنا تفضل سي سي هي مي نرجع للوضعيه انت كنت المسؤوليه هاي سيدي احمد انت اليوم نسمع في برشا حاجات غريبه بصراحه كان ينجم السيد معتمد كي كانت في يده معناتها السلطه ينجم يتاخذ راهو يتاخذ ما نقدروش نوصلوا الحكايه للوالي ما هو الوالي عنده حاجات ما اهم على يعني فما اجراءات تابعه البلديه زاده فما اجراءات تابعه الولايه لا هو يعرف هو سي لطفي هو سي لطفي هو اختصاصه ويعرف كونه القرارات هذيك كيفاش تتم انت ما عندكش فكره على الاختصاص هذا ما يصيرش تحدد وضعيتك اعطينا وضعيتك يا عائشه كما دام وضعيتك يا مدام وضعيتك سي عماد انت قلت لي ادراج المشروع ضمن التقسيم واش انا قلت لك اللجنه الفنيه اللي خاصه البناء كي جات كان عليا اعطيني كي مدام مدام لطف عليك يا مدام جات كان عليا وسع بها عليك وسع بها ما نصوش الكلام هذا يا عائشه سيد المعتمد سيد المعتمد تو الرخصه هذيا انتم عطيتوها نمرو 107 2016 في ارض غير مقسمه بدون تقسيم وقت اللي انا دار اختي قديمه من عام 60 وفيها ذكرياتنا وفيها تاريخنا وفيها ريحه بابا وامي والكل ما تخلينيش لا نصلحها لا نعمل فيها موديفيكاسيون مش كيما عايش عماد ارض عام 60 دار كيما تو 2017 عايشه نحب نعمل طويكه اعطيني رخصه احسبها اللي تحب يا خويا هو قال لك هو الرخصه مش هو يا مش هو اللي يعطي يا خويا ما لناش نعمل قال لك فما لجنه جات علي انا وقفت هاللجنه تي هاو العباد في الفلاح وفي الدنيا كل يا سي عماد العباد في الفلاح هاو هذا كيفاش اعطيته رخصه في ارض غير مقسمه بدون تقسيم وين الدار موجوده تقول لي قسم شو نقسم انا وقت اللي انت شنو طالبه مدام طالبه خاطر الوقت راهو يشوفها طالبه شنو صلح داري صلح داري القديمه واختي الاخرى راجيت تبني دارها اختي خلصوا المعلوم اختي خلصت مليون ومتين اختي الكل عرفناها مليون اختي ما خلصت مليون و200 مجلس بلدي هذه رجاء كيفاش اللي يحترم القانون تحيه الرجاء اللي تسمع فينا طبعا كيفاش الناس اللي يحترموا القانون ويخلصوا البلديه وكل شيء يجرى فيهم هكا والسيد هاو بدون تقسيم ماخو رخصته علاش هذا بدون تقسيم والله مش معقول وعندي رخصه اخرى نمر 171 2010 زاده ما نذكرش الاسماء ماخو زاده بدون تقسيم هذه الرخصه هذه وقتها هذيك 2010 هذه 2016 في عصرك كنت تقول انفلات عام 2010 سيد محمد سامحني الانفلات اللي وقع في عصرك كنت اقوى من انفلات انت طالبه رخصه للترميم ولا رخصه للبناء؟ للزوز اختي للزوز. تبني اختي تبني واختي تبني ونخلصوا الحاكم ماناش ضدها سي عماد ما نخلصوش 200 دينار زاده نحب نصوب الفكره اللي ذكرتها هي بان الانفلات في الفتره اللي فيها احنا المواطن العادي والسلطه المختصه
هي تعرف شنو هو مدى اللي حزم اللي هذايا هو ماخذ رخصه كيفاش يعني؟ ياخذ رخصه كما ذكرنا الرخصه نتاع البناء راهي تحال على اللجنه الفنيه المختصه وهي اللي تسند رخصه البناء. معناها انت مش مسؤول عليها الحكايه. هي اللجنه نتاع اجهزه الدوله المداخله من وزاره التجهيز من الفلاحه اجهزه الدوله يا سي عماد هي هما كل واحد يخدم على روحه. كل وضعيه تختلف عن وضعيه كل وضعيه تختلف عن وضعيه اخرى يتم دراستها صلب اللجنه من تسعه هيكل نتاع الدوله وهي اللي تسند رخصه البناء من عدمها. قدمت بطلب طلبوا منها تقسيم قطعه الارض رفضت الجانب هذا هو المسار القانوني. نتحدث في الترميم. بالنسبه للترميم هي انطلقت القيام باشغال على البنايه القديمه اللي ذكرتها هي تزعم وانها اشغال ترميم. شكون اللي حدد هو الترميم من عدمه؟ اللجنه هو الشرطه البلديه اه لان عندها سلطه الرقابه على الميدان على الارض. الشرطه البلديه في معاينه اولى بتاريخ 8 مايو 2016 اكدت بلي انه راهو مش ترميم وراهو شروع في البناء. في معاينه ثانيه خلينا نوصل في معاينه ثانيه في معاينه ثانيه في معاينه ثانيه في 2 جانفي 2017 ذكرت التمادي في بناء طابق ارضي ما ذكرتش ترميم. تشكت السيده سهام واختها في مصالح الولايه اذن السيد الوالي مشكور بلجنه مشتركه من الولايه تراسها السيد رئيس دائره الشؤون البلديه وفي 13 جانفي 2017 مشوا عاينوا على الميدان واكدوا بلي الاشغال هذه راهي اشغال بناء مش اشغال ترميم. وعليه الترميم شو يقتضي؟ يقتضي احترام مقتضيات السيد قرار السيد وزير التجهيز والاسكان الصادر في 1995. اذا كانت تتجاوزوا ما عادش يسمى ترميم. هذا الكل معناتها فهمناه من عند مدام من عندك انت. شنو هو الحل تو بالنسبه لها باش تنصحها كيفاش حكايه رخصه الترميم ورخصه البناء؟ بالنسبه للبناء كما ذكرنا تحترم ما طلبوا منها اللجنه لانها تدمج المشروع ضمن التقسيم. تمشي اجراء بسيط تهز للوزاره الجهويه للتجهيز اللجنه الجهويه للتقسيمات تعطيها بيانو في قطعه الارض هذيك ويقسمها وفقا ما توافق عليه الاداره الجهويه للتجهيز. يلزم الاداره البلديه يلزم لجنه رخصه البناء. لا مش مغالطه هذه الاجراءات القانونيه. رخصه بناء يا رسول الله في دوزيتاج في 1000 متر بالنسبه للترميم. بالنسبه للترميم راهو يقوم به المواطن بدون الحصول على رخصه مسبقه. راهو الترميم ما يخضعش لترخيص مسبق. نعرف فيها اما يلزمك تحترم مقتضيات الترميم. يلزمك الترميم تحترم مقتضيات قرار السيد الوزير. فما اللي ماخذ رخصه بناء مش ترميم في عرض مش تقسيم بدون تقسيم. شوف شوف انا بالنسبه لي نعرف انت حطوك بعد ما نحاول الهيئه البلديه باش تصلح ما قامت به من اخطاء. بكل صراحه ونقول هيك انا راني كما تقول انت انا شفافه كما تحكي انت بشفافيه. نقول هيك زادت الاخطاء بصراحه وزادت في تقديرك محترم في تقديرك انت نحترموه. زادت اذا تقول لي تو انت وقت اللي انا تمنعني شو نعمل؟ انتم عملتوا لي سامحوني في المثل نحب نقول وانا امراه كبيره نتسمى عملتوا لي البلديه شرط العزب على الهجيله، الهجيله ما ترجعش صبيه، انا شنو نعمل؟ انا ما نجمش رخصه بناء، رخصه بناء يا رسول الله بدون تقسيم ولا تقول لي ادرج المشروع ضمن التقسيم في دار قديمه موجوده يا رسول الله، شنو نعمل؟ نبيعها؟ تحب تاخذ البلديه؟ سيدة سهام نسالك سؤال. انت الدار القديمه هذه تحب ترممها ولا تحب تبني من جديد؟ يا ودي يحب نرممها. ما معنى الترميم؟ الترميم معناها تعمل فايونس تعمل تعاود ليقه تعاود ليقه تعاود سقف مشي فيها مش تعاود بنايه كلها وتوسع والتواليت وكل طاحت ما نعاودهمش. اعطيني رخصه بناء. فما فرق اخت سهام خلينا نوضح لك. لبس لبس عندك خلينا نوضح لك راهو اعاده البناء مش ترميم. اعاده البناء راهو مش ترميم. اعطيني رخصه هكا تقدمت برخصه وطلبت منك اللجنه ادراج المشروع ضمن التقسيم. اللجنه مش شفافه. علاش انت مش شفافه عمرها لا كانت في تقديرك في تقديرك وفي رايك هو مش انا برك اغلبيه التميميه ممكن انا وصلت وعندي الجراه باش نتكلم مي اغلبيه التميميه يعرفوا لا عصابه تحكم في انا ناكد لك اخ اسامه انه اللجنه لجنه رخصه البناء جويلية 2015 اللي ذكرنا كلها فيها اجهزة دولة مختلفة وجدت حتى تشكي منها. لا 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 إن الوحيدة سيدة كي تعمل قرار خاطر عملت خلط هي ما بين الترميم وبين إعادة البناء. سلطة مش سلطة. أنت الحل شنو تراه؟ ها ما باش يعطيني أنت حل. أنت أنت وقت اللي أنت في الفلاحي سيدي مدام سامحني بربي يا أسامة وقت اللي أنت في الفلاحي تمشي تمثل قرار الهدم وتحضر عليه أنت وفما موثق بالصور في البلدية وفي الآخر أنت تعمل له تنقيرة ومن بعد تخليه يكمل اللي هو يلزم الأرض ترجع على الصورة اللي عليها واللي أنا اللي مخلصة مليون و200 أداء بلدي ما تخلينيش لا نعمل لا هكا لا هكا باش تفسروا. جيتي حتى في جلسه عامه جاء واحد باش يكشف على عمين. على اهدار مرعي قص على الجلسه سيد سي عماد. سي عماد نجموا مدام سهام تجي للبلديه ونعاودوا تحكينا مع اللجنه هذه باش ما عندوش الحق هو مسؤول. هو مسؤول مدام هو مسؤول وانت مدام هو مسؤول وانت تمثل الدوله يا سي عماد ما جنبك علم تحترم العلم اللي فوق المعتمدين واللي ما جنبك
من غير ما تتغادرش 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 باش نبدو واضحين خويا اسامه احنا نجاوبوا بالقانون وباللي جا المختص في هيكل الدولة على كان هي ترى كونك تجب تظلم القضاء تجب تظلم القضاء والقضاء ينصفها سامحني في قرار الهدم انت باكي قدمته للمحكمه الاداريه كي حدك تنوبوا مش باش تخلينا مقهورين شوف سنني مدام سنني عادي سنني القانون اما يزيد المواطن ثم رونديفو نعطيوها رونديفو تكون مع اللجنه وزيد فهم حكايه الترميم وحكايه البناء اي ولكن هذا يا اسامه ماهوش باش يفك المشكله ماهوش باش يفك المشكله كان كل واحد هكايا نعطيوه رونديفو يمشي له درسهم شوف فما لجنه السيد اللجنه هذه ابارامون مروف علاش مروف هذا السؤال جابوا طلبوا منها هي اللجنه طلبت منها ادماج المشروع ضمن التقسيم عملت هي تقسيم وبعد اللجنه ما قبلتهاش تيجي تعمل تقسيم في ارض خير مقسمه فيها 1000 اللجنه اعطت وقت وعندها تقديرها لكل رخصه وفي اي مجال مهندسه البلديه يا اختي ما عملتش عند راجلها وقالت لها وبخط لا لا سامحني سامحني يا سيدي ما عملتش عندها البلان من فكره القصه احنا باش نتابعوا سي عماد الموضوع هذا مدام 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 الوقت وفيه فما عصابه وما كانتش هكا ما كناش مدام 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 يعيشك يا مدام سامحني يا مدام مدام يعيشك مدام شكرا لك يا مدام شكرا لك ثم موضوع جوست صغير حبيت ان نحكي عليه اللي هو في طريق النخيل فما دار به سي عماد به لا لا سي عماد ما يلزمكش تغادر لو سمحت لو سمحت به شكرا لك سي عماد الهرابي معتمد رئيس النيابه الخصوصيه بمنزل تميم شكرا لك مدام سي عماد ريدان متقاعده شكرا لك سي عبد اللطيف بتر على وفاء الوقت يعيشك وفاء الوقت وانت ديجا حكينا في الوضع في الوضعية متاعك كيف كاملة كانت مرافقتكم اليوم شوية خلطقاء ولد الكاب تقابلوا غدوة في لمن الناس كل كابا فان الكلمة ليك